ليه بقى احنا بنحط
ريفلكس من اول ما ابتديت ستيميوليشن لحد ما وصلت على ريزر ريسبونس اخذ 3 ملي سكند. يبقى هذا الريفلكس يحتوي على كم سينابس؟ 3 على نص يساوي كام؟ ايه ده؟ برافو عليك. ادي حته الديلي. تاني حاجه الفتيج. انتوا عارفين الفتيج هايل وخدتوه السنه اللي فاتت بقى التفاصيل او الفتيج بقى اللي انا هشرحه اقل واقصر بكتير من الفتيج اللي خدتوه السنه اللي فاتت. احنا هنقول انه زي ما بيحصل في النيورو ماسكلر جانكشن برضه ريبيتيتف ستيميليشن خصوصا لو كانت رابت هتعمل لي فاتيج اوف سايكلز. هذه الظاهره صحيه ولا مضره؟ هل هي يوسفل ولا بالعكس مضره للسايكلز او للنيورو؟ ايه رايكم؟ الفاتيج حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا طبعا هو فيري يوسفل لانه بيكون حصل اكزوستشن اوف chemical substance وبيكون ساعات حصل inactivation of the receptors due to an unknown cause. يحصل inactivation من كتر عمال يجيب neurotransmitter neurotransmitter فالreceptors تبطل تستجيب بسرعة inactivation. خلاص؟ فعلشان السينابس يسترد عافيته من تاني بتحصل حاجة اسمها فاتيج. تعالوا نعرف بقى كلمة فاتيج بعد ما قلنا كده مقدمة صغننة. عبارة عن ايه الفاتيج؟ لو عايز اعرفه كده clearly it is decreased in rate of impulses charged from postsynaptic neuron after repetitive stimulation of presynaptic neuron. ده الكي وورد بتاعتي ان يكون الستيميليشن ايه repetitive ورا بعض ورا بعض زي بالظبط اللي بيحصل في النيورو ماسكلر جانكشن. لو انت بتجري ورا الاتوبيس وتبدا تجري 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 لحد ما مره واحده يبقى بينك وبين الاتوبيس زي من هنا لهنا ومع ذلك انت تنزل على الارض وتقول له ايه خلاص مش عايز انت وقعت على الارض خلاص مش ها؟ يعني الفاتيج ده على طول هيعمل زي ما انتم عارفين هيعوض كل الماده الكيميائيه هيعوض الاكسجين ده هيعوض. بالنسبه لفائدته بقى في النيرف ترانسميشن في الموقف اللي احنا بنحكيه دلوقتي في مرض مشهور جدا كلنا عارفينه اللي هو الابيرس او الصرع. مرض السرعة ده بيبقى عبارة عن convulsions كتير قوي بتيجي هتاخدوهم في الموضوع بالتفصيل عشان كده مش عايز اخش في تفاصيله. المريض بيصاب فجأة بنوبة أو attack of seizures يعني زي epileptic seizures كده أو convulsions. هذه convulsions بتاخد وقت ها ولو ما حدش اداله علاج أو دواء أو حاجة بتتوقف بفضل مين؟ الفتيل. تمام خلاص؟ برضه مش عايزه ادرج في الكلام طبعا في انتي ابريكتيف دراجز وحاجات بتخلي العيان ستيبل و لكن لو فرضا جت الاتاك ومفيش علاج ومفيش الاتاك بتقف لوحدها بفضل ايه؟ ظاهره الفتيج وبالتالي هي تعتبر ستابلايزر اوف ذا سي ان اس يعني ظاهره الفتيج ده فور ستابلايزيشن اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. نخش بقى على الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده بالتفصيل اللي هو بلاستيسيتي. السينابس مشهوره ان فيها خاصيه اسمها بلاستيسيتي. الحقيقه this is a very unique and fantastic and important function of the brain cells. Synapses in the brain cells. ايه الحكايه بتاعت البلاستيسيتي دي؟ كلمه بلاستيسيتي يعني حاجه فيها مرونه. الحاجات البلاستيك بتبقى ايه؟ مرنه. هل الخشب ده فيه مرونه؟ لو دوست عليه هينزل معايا؟ لو عملت كده هياخد شكل تاني؟ لا. فاذا البلاستيسيتي معناها ان في مرونه في السينابس. يعني ايه مرونه بقى في السينابس؟ هنعرف النهارده في المحاضره انه السينابس ممكن اديله ستيمولس والستيمولس دي بعد شويه هو يعمل لها سترينثنينج يقويها او يضعفها. فاكرين الفانكشن اوف سينابسز اللي خدناهم اول محاضره قلت لكم سينابس؟ قلت لكم ان احنا هناخد حاجات هتبتدوا تفهموا الكلام. فممكن يبقى عندي زي ما قلت لكم synaptic discharge impulses. الامبلسز دي انا اقويها او اضعفها او احتفظ بيها لوقت قصير short duration او long duration زي ما انا عايزه. فالسينابس كده تعتبر ايه بقى؟ فيها plasticity فيها مرونه. تمام؟ هنعرف بقى انواع البلاستيسيتي دلوقتي بس الاول لما نقول تاني ايه هو البلاستيسيتي اوف سينابس. It is the ability of synapse to change its strength. Strength يعني الامبلس اللي طالع منه، اوكي؟ For a short or long duration according to demand. يعني ايه demand؟
يعني انا زودت لها الامبلسز او قللت لها الامبلسز، الريسبونس اللي هي بتديه ممكن يكون يا اما اكتر يا اما اقل من اللي انا متوقعاه. طبعا الديفينيشن بالشكل اللي انا بقوله ده دلوقتي مش هيتفهم الا لما اشرح المحاضره، وبعد ما ناخد تايبس اوف بلاستيسيتي نرجع تاني نقرا الديفينيشن وساعتها هنبقى فاهمين ايه معنى الكسر. تمام؟ يبقى الاول ناخد التايبس وبعدين هنرجع نتكلم او نقول تاني ايه ال الديفينيشن بتاع الكسر. طيب الحقيقه انه اكتر سيلز او اماكن بيبقى سهل اشرح فيها البلاستيسيتي هي الاريز اوف ذا برين اللي مختصه بالميموري. خلاص؟ وبالتالي كل انواع البلاستيسيتي اللي احنا هنشرحها هتكون مختصه بالميموري اند ليرنينج. يبقى الاريز اوف ذا برين وير بلاستيسيتي از مستخدم بصوره كبيره جدا هي الاماكن اللي فيها ايه خلايا المختصه بالذاكره والله. طيب زي ما انتم عارفين انه عندنا ممكن احتفظ باي معلومه، ان البرين يحتفظ باي معلومه لفتره قصيره او لفتره طويله. عندي حاجه اسمها شورت تيرم ميموري ولونج تيرم ميموري. زي ايه مثلا؟ زي مثلا مثلا فور اكزامبل انت اكلت ايه النهارده؟ ممكن تفضل فاكر انت اكلت ايه النهارده يومين ثلاثه اربعه، بس هتفضل فاكر العمر كله انت اكلت ايه يوم 10 اكتوبر. فده شورت تيرم، بتفتكر حاجه دي حاجه دايما شورت تيرم معلومات بتفضل في المخ فتره بسيطه. في بقى حاجه اسمها لونج تيرم ميموري زي ايه؟ ها؟ اللانجوج اللي احنا بنتكلمه ده، المعلومات، الناس اللي نعرفهم، في حاجات بتفضل ايه؟ في الذاكره فور لونج ديوريشن. وبالتالي البلاستيسيتي بقدر اقسمها الى شورت تيرم بلاستيسيتي ولونج تيرم بلاستيسيتي. هنبدا نتكلم على الانواع اللي ان انا مهما قريت بتفضل العينين جلاسي ايز. جلاسي ايز يعني مش فاهميني لحد ما اشرح اخش في الموضوع اصلا. تعالوا ناخد اول حاجه انواع من الشورت تيرم بلاستيسيتي. وزي ما اتفقنا دايما في عندي في النيرفس سيستم فاسيليتاتوري و انيميتري. تمام، برافو عليك. الميموري يعني ايه في الميموري؟ يبقى فيه فاسيليتاتوري وانيميتري اللي هنشوف دلوقتي. هنبدا باول اكزامبل واسهل اكزامبل قريب للذات. هناخد نوع من انواع الفاسيليتاتوري. انا عندي هم اسمها لكم يا ولاد، في واحده انيميتري وفي اثنين فاسيليتاتوري. هنشرح دي اول واحده لانها قريبه للذات. اسمها ايه؟ بوست تيتانيك بوتنشيشن. طيب ايه بوست تيتانيك بوتنشيشن ده؟ اولا كل نوع من انواع اللي موجوده هندرسها. نمره واحد هنقول قصه اكزامبل من الريل لايف، وبعدين بناء على القصه دي هنقول الديفينيشن. ان الديفينيشن عشان تفتكروه من غير القصه بيبقى صعب. وبعدين نقول الايريك بيز. اتفقنا؟ طيب هنبدا بقى اول نوع اللي هو اسمه بوست تيتانيك. مش مهم الاسم دلوقتي. هذا النوع من الذاكره اللي هو بيسموه شورت تيرم او حتى ايميديت ميموري. ايه كانت الميموري دي؟ افرض انت عايز تفتكر رقم ما معكش فيه ورقه وقلم، وقابلت واحد صاحبك بيقول لك ابقى عدي عليا طب نمرتها كام؟ بيقول لك النمره بتاعته. لو انت صاحبك ده فعلا عايز تقابله وتتصل بيه بعد كده هتعمل ايه؟ كلنا بنعمل كده من غير ما حد يعلمنا ولا ناخد بلاستيسيتي ولا حاجه. نعمل ايه؟ بنبدأ نعمل ايه؟ نقول النمره لنفسي كذا مره كذا مره كذا مره كذا مره. ده انت حتى لو هي في الكليه تقوم تقول النمره، ولسه مثلا هتروح البيت هتفضل تكرر الرقم ده لنفسك. طبعا بعد شويه هتتعب من التكرار يعني. وبعدين تروح البيت ورقه وقلم ونفتح تلاقي كتبت النمره. ايه اللي حصل؟ ازاي المعلومه دي فضلت موجوده ها؟ في البرين سيلز لغايه لما انت قدرت ان انت تسجلها على ورقه. بنسمي ده بوست تيتانيك بوتنشيشن. بوست تيتانيك يعني ايه؟ حاجه ريكوجنايزنج يعني رابيد وريبيتيف، صح؟ انت عشان تفتكر النمره عملت ايه؟ كل واحد عملت ازاي؟ رديتها ازاي؟ بسرعه ولا ببطء؟ بسرعه، كلنا عملنا قصه. خلاص؟ حد قال لك نمره تقولها لنفسك بس بسرعه، لا هتروح منها. خلاص؟ لو ما لقيتش منها وفضلت موجوده هيبقى حصل لها قلقات. حصل ايه بقى؟ حصل ان انت لما عملت
لما عملت ريبيتد او تيتانايزنج ستيمولاي دخلت كميه كالسيوم كبيره قوي بسرعه. خلاص؟ اسرع من قدره النيورون دي على انها تتخلص من الاكسس كالسيوم. فحصل اكيميليشن اوف كالسيوم هنا بكميه كبيره. لما يحصل اكيميليشن اوف كالسيوم هنا بكميه كبيره هتبدا النيورون دي تدسشارج لفتره ايه؟ طويله حتى بعد ما انت توقف الستيمولس. تمام؟ يبقى ايه اللي حصل هنا؟ ان انت اديت نايتك ستيمولاي سريعه. كالسيوم هيدخل بكميه كبيره قوي. بريك اسرع من الريك بتاع خروجه. ماشي يا ولاد؟ فهيعمل ايه؟ اكيميليشن. انت يا دونت ستوب يور ستيميليشن، بطلت ستيميليس. طب بطلت ستيميليس الكالسيوم ده يروح فين؟ هيعمل ايه؟ هيقدر ايه؟ يحصل له كونتينوس ديسشارج بعد انت ما وقفت الستيميليس. فانت حضرتك اديت فضلت تكرر لنفسك ها رقم التليفون كتير 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 عملت ستيميليشن اكشن بوتنشال دخل كالسيوم كتير. كويس؟ حصل اكيميليشن في كالسيوم وابتدى يحصل ايه؟ ريسبونس هنا. انت وقفت الستيمولس بقى خلاص زهقت وروحت البيت فتحت الورقه والقلم لقيت لسه في ايه؟ كالسيوم لسه في ايه؟ لسه ما خرجش ما خلصش. فالكونتينيوس ديسشارج هيبدا يحصل كونتينيوس نيورو ترانسميتر ريليس لفتره. طبعا هل الفتره لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ الشكل اللي انا بوصفه ده شورت. تمام؟ واحد يقول لي ايه؟ انا ساعات بعمل كده والاقي نفسي نسيت النمر. ماشي يا حبيبي انا بشرح الحته لو انت افتكرت النمر. لو نسيت ان انا ده مش الموضوع بتاعي ها؟ وبعدين لو انت عايز يعني تزحلق صاحبك مش هتقول النمره نفسك باهتمام قوي يعني. كام كام كام؟ وانت بتفكر في حاجه ثانيه. اسمها ايه بقى اللي احنا شرحناها دي؟ بوز بتعلم بوتنشال. تعالوا نرجع تاني بقى نشوفها نقرا التعريف بتاعها. نقرا التعريف القصه اتعرفت خلاص اكزامبل ها؟ تكرر لنفسك رقم معين عايز تحتفظ بيه وما عادش حاجه تسجله تبدا تقول لنفسك تكرر 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 كتير وبعدين خلاص تمشي بقى وتروح عشان تكتبه بعد شويه 5 دقائق 10 دقائق انت وحظك ها؟ تلاقي نفسك ايه عرفت تكتبه يبقى حصل باوز تتعمل بوتنشال. تعالى نقول ايه؟ الديفينيشن كونتينيوس ديسشارج. كونتينيوس ديسشارج من الكالسيوم والنيورو ترانسميتر عمال يطلع ها؟ after application of brief tetanizing stimuli. يعني ايه brief؟ النوع ده ما ينفعش يتطبق على مثلا ايه انت مذاكر درس فيسيولوجي. ها؟ يعني حضرتك تقول لنفسك يعني مش في لسه حاجه ثانيه هناخدها بعد شويه لونج تيرم. فده لازم يبقى brief tetanizing stimuli. مش كده ولا ايه؟ ينفع تعمل القصه دي فعلا في معلومات كتير؟ تقول لنفسك ايه ولا ايه؟ ولا هتحتفظ بايه ولا ايه؟ ها؟ يبقى continuous discharge of the post synaptic neuron of the neurotransmitter after application of brief tetanizing stimuli. ايه الميكانيزم بتاعنا؟ بيحصل accumulation of calcium في pre synaptic neuron. بيحصل continuous release of the neurotransmitter for seconds to minutes وممكن توصل hours كمان. عادة very short term. تمام؟ طيب. اعتقد انا هعمل احسن برضه ارسم رسمه لان الامر ما بيستمش برضه كيف نوصل كده. انا بفضل مكان برضه الشنطه. هنشرح لها تاني بوست تاني بوتنشيشن، اوكي؟ انا اديت ها؟ ها ايه دول؟ ريبيتيف وايه كمان؟ يكون ايه معلومه ايه؟ كبيره ولا لازم تكون ايه؟ بريف. بصوا كل كلمه في الديفينيشن مهمه. وانت حضرتك ما دام عارف الاكزامبل هتعرف تقولها براحتك. احنا مش هنحفظ كلام ملوش معنى نترصص جنب بعض، لا خالص. هتكتب من مخك، اوكي؟ يبقى انا هدي رابيد بريف ها؟ ريبيتيتف بريف تتنايزنج سيميلار. تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا ايه ولا ايه؟ اكيوميليشن اوف نيرس كالسيوم. انا عمال ادي ادي طبعا النيورو ترانسميتر بيطلع بس بالريت بتاعه العالي ما بيسرعش. تمام؟ بيطلع بالريت بتاعه العالي. طب الكالسيوم هيتكون هنا بس اكيوميليشن. وقفت السيميليشن بقى ما زال عندي ايه؟ كالسيوم. فهيبدا النيورو ترانسميتر يطلع تمام شوية لحد لما الكالسيوم يخلص أو البامبس تطلعه أو يحصل ري استابلشمنت للوضع في السايلنس. تمام يا ولاد؟ يبقى اسمها إيه دي؟ بوست تيتانيك بوتنشيشن. الإكزامبل بتاعها حفظ رقم تليفون اكتب كده جنبك بالعربي. إنك بتحفظ رقم في حاجة صغيرة بريف.
رقم التليفون بريف ولا كبير؟ بريف. بقول لنفسي بسرعة ولا بقول ببطء؟ بكرر المعلومة ولا مرة واحدة؟ بقولها كتير. خلاص؟ طيب ده أول نوع من أنواع الشورت تيرم بلاستيسيتي. طيب هناخد بعد كده نوعين ضد بعض، واحد انهبيتوري وواحد فاسيليتاتوري. الاثنين الحقيقة هيرتبطوا ببعض في آخر القسم، بس نبدأ الأول نحكي عن الانهبيتوري اللي اسمه هابيتويشن. هابيتويشن الكلمة دي معناها إن الواحد يتعود على حاجة. تمام؟ يوجوالي when you encounter something new بيبقى الستيمولس اللي داخلك بيبقى فيه شوية رهبة. لما تخش أي حاجة جديدة أو تتعرف على أي حاجة جديدة بيبقى فيه رهبة. لو الحاجة دي اتكررت قدامك رايح مكان جديد، ها؟ داخل الكلية أو سنة أولى بتبقى داخل إيه؟ خايف، ها؟ وبعد شوية بقى إيه؟ طبعًا تشيك بقى على الآخر، ها؟ داخل على حاجة جديدة بقى بالبايت وبقى مجني ومش عارف إيه وكده. وبعدين بتتعود بقى، ها؟ لابس بقى التريننج بقى بتاع الكوتشي القديم اللي كنت مخبيه يطلع بقى. هابيتويشن يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي انت كنت راهبها عشان جديدة اتعودت عليها فبطلت تعمل لك ريسبونس. اوكي؟ طب الاكزامبل اللي انا هقوله مش واقعي قوي بالنسبة لي اللي انا حكيته ده. هنحكي على لو طفل داخل أول سنة الحضانة. خلاص؟ بيبقى رايح مع مامته ايه؟ مرعوب. وأول ما يوصل الحضانة تقابله على الباب الميس. وسامع عريضة، مصطنعة طبعا لأنها سايبة عيالها في حضانة تانية. تعالى تقول له تعالى من هنا والواد إيه؟ ينفجر في العيال. فعشان كده بيخلوا المامهات يدخلوا ما تخش أنتوا بقى ده والكلام ده، عايزين نكلم البنات. ماما تخش تقعد أول كام يوم مع العيل لحد ما يتعود على مين؟ لحد ما يتعود على مين؟ على وش التنس. يعني انت وحظك، في عيل بيتعود بعد يومين ثلاثة، وفي عيل بيتعود بعد سنتين ثلاثة، وفي عيل بيفضل مفتوح كده لحد دلوقتي يوصل إعدادين. المهم إيه اللي حصل بقى بعد أسبوع مثلا ولا حاجة؟ الأم واخدة الطفل والميس بتعمل له كده وخلاص هو اتعود عليه. خلاص؟ مبقاش فيه ريسبونس. مش خايف، بيروح معاه. خلاص؟ يدخل معاه لوحده و خلاص بيسيب مامته ويدخل مع الوجه الجديد اللي هو ها تعود عليه. ازاي هنقول القصه دي؟ ازاي هنعملها على الكلام بقى؟ تعالوا نشوف كده. تعالوا نقرا التعريف. ها جراديوال، كل يوم بيعيط اقل، ها مده العياط بتقل. جراديوال لوس اوف ريسبونس، ريسبونس اللي هو خايف. بصوا بقى تو ابيناين او نيوترال ستيمولس، يعني مش حاجه irritating ولا حاجة مزعجة، لا benign stimulus. ايه هو يعني ايه benign stimulus؟ يعني stimulus حميد ما يخافش الأبيض، يعني الأبيض مش حاجة تخاف. اوكي؟ الأبيض ايه اللي حصل عنده بقى؟ حصل ايه؟ gradual loss of response. response يعني ايه؟ رد فعل، هو بيعيط لما يشوف. gradual loss of response to a benign stimulus and when it is repeat، بيشوفها كل يوم. يعني لو انا وديته الحضانه وقعد يعيط وقعد في البيت عيط وقعد في البيت وديته تاني بعد شهر هيعمل الموال من اوله، ها؟ لازم يبقى فيه ريبيتد بنايم ستيميليشن. خلاص؟ يبقى القصه بتاعتنا بينا وبين بعض هنكتب بالعربي، ها؟ اول يوم في الحضانه في المدرسه، بلاش بقى الحضانه في المدرسه. طيب خلاص كده الولد حصل له ريبيتيشن، فهمت؟ تعالوا شوف كده يكتب بقى فاضل ايه؟ نقوله قلنا القصة، قلنا الديفينيشن، فاضل ايه؟ هيعمل بيس. أهم حاجة بس القصة دي ها ما تتقالش في امتحانات الشفوي. يعني مش معقول الراجل جاي بتقول هابيتويشن، الواد بقى رايح المدرسة انت قلت يعمل محاضرة. لا أنا عايز أعيط بيس. طيب هيعمل بيس بتاعنا ايه اللي حصل؟ لما أنا فضلت أجري
ريسبونس يعني مش عارفها. الريسبونس بتاعي اللي هو العيار خلاص مفيش عيار. تمام يا رب؟ يبقى هنا اكتيفيتي ولينا اكتيفيشن اوف كالسيوم تشانل. تمام؟ هيقل الريليز او حتى يبطل خالص الريليز اوف نيورو ترانسميتر فروم بري سينابتيك تيرمينال. مفيش نيورو ترانسميتر مفيش كالسيوم ده. الريليز ده كان بيخليها كان بيخلي الطفل كراي. خلاص؟ مبقاش فيه كراي. اسمها ايه بقى النوع ده من البلاستيستي اسمه ايه؟ هابيتويشن. الحقيقه والحق يقال ان ده طول عمره في الكتب شورت تيرم. لكن الهابيتويشن انا قريت بقى كتير جدا في الموضوع. طب ما هو ممكن هيبدا يروح للمدرسه دي الحضانه دي سنتين وهيفضل هابيتويتد. فانا شلت من الكتاب تقسيمه الشورت واللونج تيرم. اوكي؟ يعني بس انا بشرحه كده اهو لانه بدا الناس تقول هابيتويشن ممكن يبقى شورت ممكن يبقى لونج. الحاجات دي مش عايزينها تخلينا نفقد فهمنا للموضوع. بس الامانه تقتضي اقول في كتب بتقول ده شورت تيرم وفي ناس يقول لك طب ما انت هابيتويتد للوشوش اهلك في البيت ما العمر كله. خلاص يعني هابيتويشن ده هابيتويشن ده. طيب ادي كده خلصنا بوست فاليد بوتنشيشن خلصنا هابيتويشن. ناخد ثالث نوع اللي هو مرتبط بقصه الهابيتويشن. دلوقتي الولد بقى يدخل المدرسه ما بيعيطش ولا حاجه والمس بتستقبله على الباب وتاخده وتدخل فيه. خلاص؟ في يوم بقى من الايام الواد بقى عمل شقاوه ولا ايه مصيبه على كده ما اعرفش عمل حاجه المدرسه ضربته. خلاص؟ ما تعرفيش بقى اللي حصل. هيروح البيت هينام هتيجي الصبح تاخده المدرسه اول ما يشوف الميس هيعمل ايه؟ هيتسرع ويمتحن في العمليات. مش زي مش زي اول يوم كان رايح فيه لا عياطي ستيري وسرير. خلاص مش عايز خالص يروح معاها خالص 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 بيكلمش في الام. ده حصل له انجوريس ستيميلس ان هي لما المدرسه ضربته فكل ما يشوفها الانجوريس ستيميلس دي تعمل له بدل ما كانت هابيتويتد بالعكس حصل حاجه اوجمانتد ريسبونس حاجه مبالغ فيها اكتر من اول يوم. أول يوم الحضانة كان بيعيط عشان مش عارفها لكن
السيروتونين ده الاحمر ده هو الثيرد نيورون، هو هنا في القصه بتاعتنا نوكش ستيمولس او الانجوري ستيمولس. اوكي طلع ايه سايد اللي هي فيد والستيميليت الكاينيز ويقفل الكاسيوم شانلز. فلما يجي الهابيت ويت السيمولس وش المدرسه اجي اشوف وش المدرسه ها هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيفضل النيورو ترانسميتر يطلع لفترات طويله فور لونجر ايه يعني في حد مش فاهم ابيتويشن وسنسيتايزيشن اللي هم بيتحكموا في نفس الاكزامبل او انت بتفهمهم في نفس الاكزامبل. انت حصل لك ابيتويشن الاول الستيمولس بتاع الابيتويشن كان بيناين ولا كان انجوريوس في الابيتويشن؟ المعامل المدرسه في الاول بيناين، واحده جايه ممتازه وعايزه تاخد بشويش بيناين ستيمولس حصل ابيتويشن. لو دخل عندي ثيرد نيورون بقى حصل انجوريوس ستيمولس حصل عدد اوجمانتد ريسبونس مع ان في الابيتويشن كان نو ريسبونس. تمام؟ ادي الثلاث انواع من الشورت تيرم اسيستنت. الرسمه دي فيها الثلاث انواع بالايونيك فيزز بتاعتهم. ايه رايكم نراجع الثلاث انواع اللي قلناهم بالايونيك فيزز بتاعتهم؟ تمام. أول حاجة شرحناها كانت مين؟ فوز تايب بوتنشيشن. طيب فوز تايب بوتنشيشن معناها أنا أديت إيه؟ استمراري كتير 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 كتير، استمراري كتير 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 دي عملت إيه؟ دخلت كالسيوم كتير 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 هيحصل أكيميليشن كالسيوم، النيورو ترانسميتر برضه يفضل يطلع أكيميليشن وإيه؟ برولونج نيورو ترانسميتر ريليس لفترة تطول لحد لما أنت إيه؟ تحصل نمرة تليفون تكتب الرقم اللي أنت كنت عارفه. احنا ليه دايما بنقول اكزامبل بتاع النمر التليفون؟ عشان هي معلومه بريف. خلاص ممكن تكون اسم حد، اسم شخص. برضه تبدا تقول له نفسك لو عايز ما تحسبوش. بس الارقام فيها تشالنج اكتر مش كده؟ لان الاساسي سهل ان انت طيب. ادي المره الاولانيه فورست تاني بوتنشيشن. الحاجات المهمه ديتنايزنج ستيميلاي، اكيميليشن اوف كالسيوم، برولونج نيورو ترانسميتر ريليس. صح تمام؟ طيب تعالى نشوف تاني نوع. لا انا افضل اشرح معلش هشرح له كل الابتيفيشن الاول. اوكي الابتيفيشن اهو حصل ريبيتد ستيميلاي. الستيميلاي دي كانت بناين ولا انجوريوس؟ بناين. ريبيتد ستيميليشن هيعمل ايه في الكالسيوم شانل؟ سوري هيعمل ايه؟ يقفلها فيحصل انكتيفيشن اوف كالسيوم شانل. تمام كده؟ فالكالسيوم مش هيدخل، مش هيبقى فيه نيورو ترانسميتر، مش هيبقى فيه ريسبونس. Gradual loss of response to a benign stimulus when repeated by activation. تيجي نقول تاني مع بعض. Gradual loss of response ما بنعيطش to a benign stimulus الأبلة when repeated. شوف أقول لك. طيب تالت واحد عندي هو مين؟ Sensitization. في sensitization أنا عندي دخل بقى third neuron بس هو هنا third neuron ده اشتغل لما حصل حاجة انجوريس، حصل حاجة هارمفول للطفل. خلاص الحاجة الهارمفول دي هتخلي لي النيورون دي سنسيتايز فاسيليتيتد، تعمل بري سينابتيك فاسيليتيشن. اوكي كل ما اشوف المدرسة جاية عليا ايه؟ ها المفروض ايه؟ انا خلاص اتعودت مش هفيش ريسبونس صح؟ انا هبتويت. لا ده بقى هيخلي السينابس بتاعتي دي فاسيليتيتد بطريقه قويه جدا بحيث ان انا احصل على كريت نيورو ترانسميتر ريليس واوجمانتد ريسبونس. اوكي؟ ده كده نعتبر تعرفنا على انواع الثلاثه بتوع شورت تيرم اللي احنا شلنا من كتاب كلمتين شورت تيرم لانه انت ممكن تتعقد من حاجه العمر كله. كم بعضك تبدا تاخد الكلام العمر كله. سنستايز. فانا شفت كلمه شورت تيرم لكن يعني خلينا ايه مش موجوده يعني في الكتاب الاسامي كده محطوطه بس. طيب ايه الصوره
يعني انت حفظت سوره من القران الكريم، حفظت ايه، حفظت درس، حاجه كبيره، ذاكرت تشريح، ذاكرت فيسيولوجي، واحتفظت بيهم في الذاكره. عايزين نشوف ما هي الوسائل التي ستمكنك من الاحتفاظ بالمعلومات دي، وما هي الوسائل الاخرى التي تؤدي الى طيران المعلومات دي. عندي long term potentiation وعندي long term depression. يعني ايه؟ الميموري نوعين هتاخدهم في اخر السنه ان شاء الله. positive memory يعني افتكر الحاجات، negative memory يعني حاجه كده من دماغي، ده الميكانيزم ده الميكانيزم، تمام؟ فهنشوف بقى دلوقتي النوعين اللي هم انتوا شايفينهم دول، لكن في بقى درس الحقيقه هتاخدوه على فعلا بقى انواع الميموري وازاي بيحصل كونسوليديشن وازاي يتعلم في البريك، ده هتاخدوه لسه. اللي احنا بناخده النهارده بس الميكانيزم او السينابتيك او السينابس ايه الفانكشن بتاعها في الرول اوف ذا سينابس، لكن انواع الميموري كتير ومش عارف ايه كده، وركينج ميموري ده هتاخدوه احسن. فما ينفعش برضه نحاول دلوقتي ونضيع وقت المحاضره بتاعتنا. يكفينا نعرف انه long term potentiation is a positive memory، يعني ها يعني memory storage، و long term depression يعني بالعكس ان انا انسى الحاجات او memory decay، decay يعني تروح مني. خلاص؟ خلينا بقى احنا في ال definition و ال ionic basis. الحقيقه انه هنا مفيش حدوته، هنا هقول لك حاجه واحده بس، انت ماسك حاجه بتذاكرها علشان تذاكر مضطر تعمل ايه؟ حاجه تقراها ايه؟ مره واحده؟ مش ممكن، مش ممكن، عايز تحفظ حاجه، مش ممكن تقراها مره واحده. طيب يبقى لازم هنقرا ريبيتدلي، اوكي؟ طيب الريت اوف ريبيتنج مهم جدا. يعني انت بتقرا وبتذاكر مره في الاسبوع ولا مرة كل يوم ولا مرة كل أسبوع ولا مرة كل أسبوعين ولا مرة كل شهر ولا مرة قبل الامتحان؟ لا هي كده صح؟ طيب الفريكونسي اوف ريبيتيشن، والمعلومات هنا مش بريف بريف كده لا، انت بتحفظ حاجة كبيرة، تمام؟ هو ده الاكزامبل يعني اللي احنا هنحكيه. طيب اللونج تيرم بوتنشيشن بقى لو قلنا التعريف بتاعها هنقول ايه بقى؟ It is persistent. ايه persistent؟ حاجة سهلة، برافو عليك. resistant strengthening قوي قوي ايه؟ synaptic connections اللي فيها المعلومات، synaptic connections اللي انت اللي خدتها المعلومات دي synaptic connections. خلاص؟ ال connections دي لو زادت وكبرت يحصل لها growth مع repeating هيزيد ال receptors زي ما نشوف دلوقتي. ال receptors ال synaptic receptors عددها هيزيد. ومش عارفة انا قلت لكم example بتاع انه اي فيسكل في الجسم او ار بي سي او نيورون حجمه بيبقى بيغلب الفرعون على قد الحاجه يعني. يعني لو فوز سينابتك ممبرين عليه ريسبتورز قليله بيبقى صغنون، ولو ريسبتورز زادت انا كبرنا الحجم هتلاقي حصل كروس للسينابس في المنطقه اللي بين المعلومات اللي انت عملت تديها له. اوكي؟ ده بيسموه سترينثن. الكونكشن بقت اقوى. ها؟ كترت بقت اقوى. اوكي؟ ده اسمه لونج تيرم بوتنشيشن. في فرق هنا بين ده وبين البوست تانكس التاني اللي قدامي شويه اللي هو كان ايه؟ شويه كالسيوم اكيميليتد ها؟ ونزلوا وفكروني بلاند مات التليفون وخلصنا. هنا زي ما هتشوفوا هيحصل ستراكشرال تشينجز انسايد ذا بوست سينابتيك نيورون، ستراكشرال تشينجز. حاجه ايه؟ اول كلمه في التعريف كانت ايه؟ حاجة ايه ضرب معايا، حاجة ايه بسيستم. هل accumulation of calcium ينفع يقعد معايا كتير؟ يعني مش معقول ده. اذا هنا الميكانيزم بتاعي طويل المدى لانه حصل فيه structural and molecular changes. تمام؟ ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. ادي تحبوا نقرا التعريف الاول كمان معلش تاني؟ اهو it is persistent strengthening of synaptic connections after repeated stimulation. Repeated stimulation هنا لازم يكون استمرارية، يعني بذاكر كتير، بذاكر كتير، خلاص؟ ده
بذاكر كل يوم كذا ساعة، بذاكر كتير، بذاكر كتير، فيحصل strengthening of the synaptic connection. تمام يا ولاد؟ متخيلين معايا؟ تعالوا نشوف الميكانيزم اللي هو الرابلر تشينج اللي بتحصل في الاريك فيزز. لكن المهم في الموضوع اللي عايزين تفهموه انه هنا بيختلف عن لما التشينجز كانت مجرد شويه كالسيوم اكيميليتد، ده عمل لي حاجه سريعه اسمها بوست تاني بوتنشيشن. خلاص؟ والتشينجز كانت هنا فوق. كان بسيطة. اما لما هنا فالتشينجز زي ما شفت دلوقتي كتير. تشمل انه حصل سينثيسيس اوف نيو بروتين. اتكونت ريسبتورز جديده جوه الخلايا، فبقى ايه؟ سترونج. ويقعد فتره طويله ولا لا؟ يقعد فتره طويله. دي الطريقه اللي تحتفظ بيها بمعلوماتك في المذاكره. بعد شويه هقول لكم الثانيه بقى اللي انتوا عايزين تعرفوها بقى اللي هي بتاعت اللي مفيش مذاكره. طيب تعالوا نشوف بقى نشرح، عايزين نشرح بقى موضوع التشيش. اولا هذا السنابس عاده النيورو ترانسميتر بتاعه بيكون جلوتاميت. اوكي؟ جلوتاميت از ذا موست امبورتنت سايتاتيك ترانسميتر في الجهاز العصبي كله. جلوتاميت ها؟ اهم سايتاتيك ترانسميتر في الجهاز العصبي هو مين؟ الجلوتاميت. ده احنا عرفنا مع بعض. طيب ما هو بقى الجلوتاميت؟ نفس بقى هنا المره دي. لا انا مش عايزه دي تبقى كبيره يعني راجل. المهم عندي اللي تحت. ايه بقى الجلوتاميت بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف. ده دي فوسة نابتك مسميه. ممبرين. النيورو ترانسميتر بتاعي الجلوتاميت. بيطلع امتى؟ لما حضرتك تعمل ستيميوليشن هيطلع جلوتاميت. ستيميوليشن يعني ايه؟ بتبقى ليرن يو ار ليرن تذاكر الحاجه بتحفظها تمام؟ هيطلع جلوتاميت. الجلوتاميت الحقيقه ليه ثلاث انواع من الريسبتورز. ها؟ اللي هيشتغلوا معايا في الميكانيزم بتاعي ده نوعين. النوع الثالث مش هجيب سيرته عشان مش معايا في الميكانيزم. معايا؟ ايه هم النوعين يا ولاد؟ نوع اسمه امبا ريسبتور، ده الاختصار طبعا. والنوع الثاني اسمه نامدا ريسبتور. خلاص؟ امفا ريسبتور مكتوب بالابليشن، مكتوب بكلمه كامله في الكتاب عندكم، بس هذا بقي وقت ان انا بقول الكيميكال ستراكشر بتاعه. خلاص؟ يبقى عندي امفا ريسبتور وعندي نامدا ريسبتور. الحقيقه انه النامدا ريسبتور دي فيها مشكله انها بلوكت، ما بتقدرش تشتغل عليها مغنيزيوم ايونز عندها بلوكت. خلاص؟ اوكي؟ طيب الجلوتاميت هيطلع، هو الحقيقة ما بيختارش، هو بيمسك في الاثنين. لما الجلوتاميت يطلع هيختار دي ودي ولا هيمسك كله؟ لا يمسك، هو هيمسك في دي وهيمسك في دي. طيب دي هتشتغل عليها ماجنيزيوم بلوك. It will not respond. مين اللي هيشتغل immediately؟ الأمبر ريسبتور. الأمبر ريسبتور هتكون مدخلة صوديوم ها؟ وكالسيوم أيون. تعمل ديبولاريزيشن أوف ذا ممبرين. أول ما الممبرين يحصل له ديبولاريزيشن This releases the magnesium block of the NAMDA receptor. خلاص؟ ده الميكانيزم اللي بيشتغل بيه الجلوتاميت. هيمسك في both receptors, it will bind to both receptors. NAMDA will not respond immediately. مين اللي هيرسبوند على طول؟ الأمبر ريسبتور. الأمبر ريسبتور هيعمل depolarization، هيفتح ion channel. When the membrane is depolarized عند نقطة معينة, this will release the magnesium block. الطريقة الوحيدة إن النامدا ريسبتور يبتدي يشتغل. أول ما النمط ده ريسبتور يبتدي يشتغل يا ولاد هيدخل لي بقى كالسيوم بكمية كالسيوم محترمة جدا. أوكي؟ الكالسيوم هيدخل هنا هيعمل لي هيخش في كاسكيد. الكاسكيد ده فيه سايكليك اي ام بي وفيه كاينيزز وفيه كالسيوم كارموديلين. لكن التفاصيل عليكم بس ان تعرف ان الكالسيوم دخل وان هيدخل في كاسكيد. التفاصيل كلها اهي في الرسمه دي تمام كده. اللي يهمني في الموضوع انه دخول الكالسيوم في النهايه هيودي الى هيخش على نيوكليس هيعمل حاجتين ها؟ هيكون نيو ها؟ امبار سبتر ويزقها لفوق تطلع على السطح. لما تزيد الامبار ريسبتورز على السطح هيحصل ايه للكونكشن ده؟ يبقى اقوى. مش كده ولا لا؟ الجلوتاميت يطلع يلاقي ايه؟ ريسبونس اقوى. تمام كده؟ الريسبونس الاقوى ده الكالسيوم زود لي
بقت فيري سترونج. يبقى هي دي اللي هتحافظ لي على المعلومه. الجلوتامات لما يمسك في الريسبتورز هتفضل الكونكشن دي قويه. يعني ايه كونكشن؟ الكونكشن اللي انت محتفظ فيها بالمعلومات. كل معلومه عندك في البرين لها سيركت موجوده جواك، معلومه موجوده في سيركت. فكل ما تقوي الكونكشن هتلاقي الكونكشن هنا يقول لك حصل جروث. ما هو الجروث عباره عن ايه؟ ان البوست رابط في البرين اتملى ريسبتورز وكبر. بيكتبوا كده اكشن جروث اوف ذا سينابتيك كونكشن. المنطقه دي بتكبر بقى بتاعت المنطقه اللي انت محتفظ بيها بالمعلومات بتاعتك. تمام يا ولاد؟ ايه رايكم؟ نقرا الكلام ده بكده بطريقه منظمه احسن من اللي انا بقوله. لونج تيرم بوتنشيشن معناه ايه؟ بيرسيستنت سترينثنج. احنا قوينا ها؟ سينابتيك كونكشن افتر ريبيتد ستيميليشن. الستيميليشن بتاعي المفروض يبقى ريبيتد ويبقى فريكونسي. الريبيتنج ده على فريكونسي تعتبر الى حد ما سريعه. بذاكر كل يوم، يوم في يوم مفيش، كل اسبوع، مش بذاكر كل شهر. كل شهر مش هيحصل كده. هيحصل حاجه ثانيه اللي هشوفها دلوقتي. تعالوا نقرا الايونيك بيز. جلوتامات باينز تو امبا ريسبتور، تمام كده؟ وهو كان ماسك هنا برضه بس ما حصلش ريسبونس. هيحصل ديبولاريزيشن، تمام؟ ديبولاريزيشن هيعمل ايه يا ولاد الديبولاريزيشن؟ هيعمل ايه؟ هيريليس المغنيسيوم بلس اوف النمبر ريسبتور. النمبر بتعمل كالسيوم انفاكت خطير جدا. This will activate a signaling cascade. Cascade اللي شفناها في الرسمه اللي هي قدامكم دي، ها؟ احنا شلنا الديتيلز دي، انا بحاول اشيل حاجات اللي هي انتوا بتغرقوا فيها وبتنسوا حاجات مهمه. فحسيت ان التفاصيل دي مش هتفيدني شيء. اهم حاجه عندي انك تعرف ان في النهايه ايه اللي حصل في السينابس دي؟ ايه اللي زاد؟ هاي نمبر اوف امبا ريسبتورز. فتزود بالتالي ايه؟ السينابتيك سترينث. قادرين تتخيلوا يعني ايه سينابت ستريس؟ الجزء ده في الميموري بقى قوي. تمام يا ولاد؟ طبعا الاكزامبل بتاعي اللي انا شرحته لكم اللي هو الليرنينج اند ميموري ستورج. اكتر مكان مختص بالذاكره في البرين هو الهيبوكامبس. فتلاقي اغلب الشغل اللي هم بيعملوه الميكانيزمات اللي اكتشفوها دي طبعا بيعملوها طبعا في اكسبيرمنتال انيمالز كده ولا ايه؟ بيشتغل اكتر في الميموري سيلز بتاعتي بتكون فين؟ في الهيبوكامبس. طيب تعالوا نشوف بقى اللونج تيرم ديبريشن. لو ده بعتبره بوزيتيف ميموري يبقى اللونج تيرم ده انت بتتكلم وتهزر مع صاحبتها. لا يوجد عندي هذا الكلام في المحاضرة. انتوا قاعدين فاهمين زي الفل من اول يوم. خلينا نتكلم كده حبيبي مع بعض. علشان كده يعني. محلول اخر سنه ان شاء الله. انا كنت بقول حاجه. لما حد بقى بيتكلم بنسى انا كنت بقول ايه. كلامي اتقطع، فعمال افتكر تاني تكون المحاضره خلصت. اذا كنت بعتبر اللونج تيرم بوتنشيشن بازيتيف، افتكروا بقى اللونج تيرم ديبريشن هيبقى نوع من انواع النيجاتيف. طيب بصوا التعريف بيرسيستنت برضه، لكن بيرسيستنت ويكند. وضعت السينابتيك كونكشنز افتر لو فريكونسي ستيميليشن. انا بحفظ لكن بفتح الكتاب مره في الشهر. ها؟ مره كل شهرين. مره ذاكرت مره واحده بس. فريكونسي زيرو يعني ها؟ مفيش ذاكرت مره، ذاكرت مرتين، مش كفايه. مش كفايه. التشريح يتذاكر في مرتين؟ مش ممكن. انت كده عملت ايه بقى؟ اللو فريكونسي ستيميليشن ده يا ولاد بص هيعمل ايه؟ هيطلع الجلوتامات. اوكي؟ على فكره التفاصيل حتى دي حتى ده مش اللونج تيرم ديبريشن مش كاتبين لكم اي حاجه بس انا هقول لكم. هيطلع الجلوتامات يمسك في الريسبتورز بتاعته بنفس الاسلوب ده ويحصل كالسيوم انفلكس. بس الكالسيوم هنا لما الستيمولس هيبقى بيجي على فترات متباعده هينيشيت ا ديفرنت كاسكيد. مش هيستعمل فيه كالسيوم كالميتيلين، هيستعمل حاجه اسمها كالسيوم كالنيورين مش عليه حاجه. انذر سيجنالينج كاسكيد. تخيلوا السيجنالينج كاسكيد الجديد ده عارفين هيعمل ايه؟ هيعمل انترنالايزيشن للامبر سبت. مش بس مش هيزودها، ده هيخليها
المعلومة، هنا المعلومة الكونكشنز بتاعتها قوية، وهنا المعلومة الكونكشنز بتاعتها بقت ضعيفة. خلاص؟ هيجي يوم الامتحان خش بقى كده بقى نبدأ من جديد برضو، وهتقعد على الدرج بقى وفاكر نفسك بقى ايه مستني بقى السينابس بتاعتك تمطر عليك. هتبص كتير فوق مش هتعرف تمطر عليك. حصل ويكنج لو انت مذاكر عدد مرات الفريكونسي مهمة جدا. ساعات بقول للطلبة انا مش معقول اتخيل انك هتروح كل يوم تذاكر كل اللي خدته. انت عارف ان انت مثلا عندك خمس صفحات هنا وخمس قرايتهم قرايتهم من غير حتى ما عينيك تجري على السطور في خمس دقايق صوروا ده كانك انت اديت هنا ايه؟ عملت ستيمولس. عينيك تجري على السطور بعد يومين ثلاثه عملت ستيمولس تاني. انت بتقوي في الكونكشن. ها؟ يا رب ينفع معاكم الحاجات دي. طب ده الانيميشن بتاع الكلاس الثاني لونج تيرم انيميشن. الجلوتاميت بيطلع يمسك في بوز ريسبتورز. ممكن نسكت؟ تاني قول تاني. كان محدش قال لي مبروك على الحركات اللي انا عاملاها دي. Calcium. فعصرت على prolonged discharge.
هيحتاج هيحصل ايه الريسبونس هنا؟ هيبقى اوجمانتد. برافو عليك. اوجمانتد ريسبونس. تو بص بقى حبيبي اللي بيتكلم ورا وبيلم حاجته ومديني ضهره كلهم عمالين يشاوروا لك. ايه على فكره كل زمايلك برضه عايزين نشيل شنطهم كده بس عايزين استنينا ما خلص. ايه لا سنسيتايزيشن اوجمانتد ريسبونس.